السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس عبد الحق من قناة عبد الحق للزراعة. في هذا الفيديو سوف نقوم بتجربة للإكثار من فاكهة توت العليق الأسود الكبير الحجم. أولا نأخذ أغصان من شجرة التوت بهذا السمك أو أكبر قليلا، ثم نقوم بإعداد عقل بطول حوالي 10 إلى 15 سنتيمتر. تحتوي كل عقلة على 3 براعم على الأقل كما تلاحظون، 1 2 3. وكما تعلمون توت العليق هو فاكهة متسلقة وتحتوي على أشواك من عائلة التوتيات، فاكهة لذيذة تنضج في فصل الصيف بها عدة ألوان منها السوداء والصفراء والحمراء. فوائد غذائية لا تعد ولا تحصى، فيتامينات وأملاح ومعادن وألياف، فاكهة غنية جدا ومفيدة لصحة الإنسان. عند الانتهاء من تحضير العقل نقوم بنزع البرعم السفلي وهو مكان نمو الجذور لاحقا، ونقوم بقطع أسفل العقلة قليلا، وهذا حتى نسرع عملية الإنبات أو التجذير. هذه هي العقلة المراد زرعها. الغرس يكون مباشرة في تربة زراعية خفيفة بيتموس. كما قلنا من قبل نقوم بنزع البرعم السفلي لأن الجذور سوف تنمو في هذا الموطن أو هذا المكان بالضبط. لتسريع التجذير سوف نستعمل ورقة صبار التين الشوكي، سوف نستعمله كهرمون للتجذير، هرمون طبيعي يسرع عملية التجذير ويزيد من نسبة نجاح العقل.
هذا كل ما لدينا في الحلقة الأولى، سوف نقوم بإعداد حلقة أخرى بعد نجاح العقل بإذن الله. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.